عندنا النصف الثاني ودونك لن يصل البدر إلى التمام. كل عام وكل نساء العالم بخير، كل عام وأنتن العطاء، كل عام وأنتن المحبة، كل عام وأنتن الملهمات، كل عام وأنتن بألف خير. عيد يوم المرأة المصرية، وفي يوم المرأة المصرية أوجه التحية لأمي ربنا يديها الصحة، ولزوجاتي وبناتي وأخواتي وعماتي عليهم رحمة الله، وخالتي عليها رحمة الله، وكل ست مصرية عظيمة تقيت بها. أنا حياتي كلها متأثر بالمرأة، بالذات المرأة المصرية، بداية من أمي وعماتي وجدتي لأمي وجدتي لأبي، كلهم كانوا علمونا الحكمة. الناس دي علمونا الحكمة، في كلمات أنا بستحضرها على الهواء وبستحضرها في حياتي من حكمهم وإحنا قاعدين معاهم ويقولوا لنا. يعني أنا أتذكر دائما كلمات أمي، تذكر دائما كلمات عمتي، تذكر دائما كلمات جدتي. حياتنا كلها تدور في محور الأنثى. معنا بقى يعني السيدة انتصار السيسي واهتمامها بالمرأة المصرية، وأنا عايز أقول كلمة عن السيدة انتصار السيسي، أنها الأكبر حضورا في كل قرينات الرؤساء اللي شفتهم في حياتي. يعني أنا اتفرجت على زوجات رؤساء كتير، السيدة انتصار السيسي هي الأكثر حضورا وطيبة، وتحس برضو إنها منك وهي بتتكلم. وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الاثنين رسالة خاصة للمرأة المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بمناسبة اليوم يوم المرأة العالمي. وقالت السيدة انتصار السيسي: نحتفل اليوم بالمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة الذي يعكس مسيرتها الفنية الحافلة بالعطاء، والتي ما زالت تواصلها بنفس روح الحماس والعزم الصادق رغم كل التحديات والمصاعب. تحية فخر وتقدير لكل سيدة مصرية أكدت بعملها وإنتاجها وصبرها وتضحياتها أن هذا الوطن يستمد منها ضميره، وده حقيقة، وقوته وشموخه. قوة الرجل الحقيقية يستمدها من أمه وعماته والنساء اللي تعامل معاهم في أسرته، والحكمة كنا نأخذها من جدتنا. وكل التحية وكل عام والسيدة انتصار السيسي أم المصريين بخير. معانا بقى يوم الشهيد. يوم الشهيد 9 مارس ذكرى استشهاد